مشاهدي ومتبعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في مباشر جديد من ضواحي مدينة مراكش، وبالضبط بسيد زوين، بحيث في هذه الأثناء كتقوم عناصر تابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية بمداهمة واحد المنزل، واحد الوكر ديال الإرهاب اللي كيقتن به واحد الإرهابي هنا بهذا المنزل. العناصر الأمنية موافقة بعناصر تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني كيقوموا في هذه الأثناء بمداهمة منزل أحد الإرهابيين اللي كيقطن بهذا الحي كيف قلنا سيد الزوين. العناصر كتواجد دابا داخل المنزل ديال الإرهابي بعد ترتيبات ذكية تمكنوا من السيطرة على الوضع والإيقاف ديالو. وفي هذه الأثناء كتقوم العناصر بتفتيش المنزل اللي كيقطن به هنا بمنطقة سيد زوين ضواحي مدينة مراكش. المكتب المركزي للأبحاث القضائية كتقوم بعمليات استباقية من أجل إيقاف أحد المشتبه بهم هنا بمنطقة سيد زوين ضواحي مدينة مراكش. هذه العملية اللي تم على إثرها إيقاف 4 ديال الأشخاص، من بينهم هذا الشخص اللي كيقطن بهذا المنزل. كتشوفوا الحي كله محاصر، هذا درب بن صغير كله محاصر من طرف العناصر الأمنية التابعة للمكتب المركزي والعناصر الأمنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني. كيف كتشوفوا الحي باقي خالي من السكينة، اللي تفاجئوا في هذا الصباح ان من كيقطن من بين السكينه ديالهم مع بالجوار ديالهم احد الارهابيين. اذا كيف كتابعوا معنا مباشره على قناه شوف تيفي، تحية كبيرة لهاد الناس اللي كيسابقوا الحدث وكي جنبوا المغرب حمامات الدم اللي كتبحث عليها وكتطمح لها هاد العناصر الإرهابية. إذا للتذكير فقد تم إيقاف 4 ديال الأشخاص صباح هذا اليوم هنا بضواحي مدينة مراكش، أحد المشبابين يقطن هنا بهذا الحي درب بن صغير منطقة سيد زوين ضواحي مدينة مراكش. كيف قلنا سابقا الحي كله محاصر من طرف العناصر الأمنية التابعة للمركز المكتب المركزي للأبحاث القضائية وعناصر تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني. ولحد الساعة لا زالت قناة شوف تيفي ما كتوفرش على السن والمهنة والحالة الاجتماعية ديال هذا الموقوف،
لكن يقال بأنه شاب في مقتبل العمر. انساق في هذا الاتجاه الخاطئ، وكان كيطمح أنه يقوم بعمليات إرهابية، لكن التدخل العاجل والناجع للعناصر الأمنية خصوصا التابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية جنب المغرب حمامات دم اللي كيطمحوا لها بحال هاد الأشخاص. شكرا على تتبعكم هذا المباشر على قناتكم شوف تيفي، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.